يا هلا والله مرحبين، عدنا في حلقه جديده من سكالون بونز مع قراصنه الحساسين. عدنا يا عيال، والحلقه هذه عندنا مهمه رئيسيه لازم نسويها، نروح عند خطابات ليليه. ما اسم المهمه؟ خطابات ليليه، وهي تبع رحمه طبعا. انه وشو؟ نبحث عن قائد الغاصبين. وشو القائد الغاصبين هذه؟ ما اذكر وش سالفته قائد الغاصبين، لكن عندنا هنا في بريد، واصلنا بريد من الشهرة المرتزقة. بدل ايش الظاهر جايني انا صندوق، ايوه اتوقع هذا حق ملابس خايس. جيبه بس يلا مو مشكلة. ابن الحرية ما عندي شيء هنا لوتا، وهنا ما عندي شيء لوتا. مشينا اجل مشينا. والحلقة الماضية قلت لكم احتمال تكون حلقة هذه المفروض تكون بث، لكن شيكت على تتبع المهام ولسه مطولين شوي على التختيم، لسه باقي لنا مهمات كثيرة، فما ينفع ان من الحين نبدا نبثها، يبغى لنا يعني شوي. المهم مشينا خلص حساسنا، مشينا يا عبيلكم مشينا. الو بوي الو الشعار اضربونا تكفون يا حبيبي. يوه يا عيال يا اخي اشتاق، يا اخي اشتاق لهم اقسم بالله. جود باي ماي فريند. يوه عطنا نبغى نفتح هذه. عطانا ولا اي زفت يا عيال. اغنية قادحة. لا تكفى فكني، في قراصنة هنا. ان شاء الله انهم ما يحارشوني يا اخي. هذول بلاك سيزر، هذول عليهم باونتي على راسهم، اذا عليهم مكافأة يعني اذا قتلتهم، لكنهم صعبين يعني لحالك ما يمديك. ولا اتوقع في احد اصلا الحين حولي هنا يساعدني. المهم قربنا المنطقة. في ورا الجزر هنا موجودة. شوف نلقى احنا القائد، لكن هل يبغونا نغرقه ولا بس نلقاه؟ نشوف. في هنا سفينه صغيره، ما اتوقع هي صغيره ذي. ايوه لا مو بهذا، قائد الغاصبين الا هو. طيب افجره، هل افجر؟ اوكي لقيته، انا اقول يجب البحث عنه، لكن هل افجره؟ يعني ما اتوقع لازم افجره، ليه ما طلع لنا هو المهمه. خليني لا والله شوف حددني. نو فجر بس قبل ما يتغد. فجر ما عندي ذخائر. وين خلص الذخائر يا انا؟ بشوت الكلاب هو اللي بدوا، هم اللي بدوا. وين الصواريخ راحت؟ ما انا كنت كان عندي الحلقه الماضيه يا حبيبي. للاسف خلص الصواريخ، كنت بعطيهم من مدفع الهاولن. يو والله كان راح فيها صدق. وهذول اللي يفزعون لهم الصغار. ايش تبي انت؟ عطى بعد التربيط. اوكي حول التربيط. يا عجب كم واحد جاني، وجع اقسم بالله لو معي الهاولن كان غرقتهم كلهم بالراحه. والله انهم كيوت الزبده ضعاف يا عيال. وش الزلايب ذول؟ بس 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 يلا 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 يلا. يجب توصيل تحذير رحمه لافاده الشركه التجاريه الهولنديه بانها لن تستسلم. نعلم الهولنديين ان رحمه لن تستسلم يا حبيبي. يجب الاستعداد لعداء الشركه التجاريه الهولنديه. يب لازم نستعد، لان في الغالب راح نحاربهم، واحتاج رصاص يعني. لازم اخذنا نرجع نسوي لنا رصاص. هلا 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 باللوت، هلا باللوت. احد يبي والله لكم كثيرين. طيب الان لازم نروح المنطقه هذيك، بس قبل ما نروح انا صراحه احتاج الرصاص. ما ادري وين راح رصاص حق المدفع. خلينا نرجع لسمونا القاعده، اللي بروح لتلك بنجاره بصلح السفينه وبسوي لي رصاص زياده. اضربونا هذول السبايك، ما عندهم سالفه، احنا خلصنا مهمتنا ابشركم. لازم الان نوصل رساله الى الهولنديين ان رحمه لن تستسلم مهما حاولوا فيها. شوفوا جموا عليهم ذول. يا اخي الهولنديين حرش يهاجمون على الضعاف هذول المساكين. الحمد لله على السلامة، رحبوا جميعا بقراصنة الحساسنة، عدنا. ابغى ترحيب حار. اي صفقوا لا يبغون بعد وشو؟ يبغون انضموا. اللي يقول عندك تحتاج احد يعني يساعدك، يبغون قراصنة يجون. اقول تكل على الله بس يلا. هذا مدفع الهام، سوي لي ما ادري كم صراحه راح يسوي لي. بسوي خمسه الظاهر. كم تعطي الخمسه؟ تعطيني 100 والله كويسه وكافيه بعد. طيب ونبي يا طويل السلامه بعد ناخذ المهمه حقته، ما ادري وشي بس خلنا ناخذها. الله يحيي الله يعافيك. يلا مشينا الحين ننطلق. صلح السفينه بس اصلاح وابحار الى مهمتنا القادمه. طبعا راح نروح مستوطنه تبع الهولنديين.
ضار بنفجرها شوي نحرشهم شويتين وبعدين نبدا المهمات الدسمه صدق، لان الان بروح نوصل التحذير فقط، ما ادري بنهجم ولا لا، بس اتوقع في هجوم. هذول عندهم سمك مشوي اجدهم يا صيادين، حرام والله والله حرام. انا ابغى الهولنجين بس. شوفوا يحرشون الصيادين، قايل لكم كلاب والله كلاب. هنا مكانها على ورا. اوكي يبغى ناخذ لفه كذا اجل. في هنا قريه فيها فاست ترافل، يا رب فيها فاست ترافل لان صعب تفك لي ازمه. اي والله الظاهر انها قريه اقدر انزل لها. يا عمري هذه حقت فاست ترافل. حلو حلو حلو. اي بالله خلينا ننزل. يا اخي لاحظت انا شيء من زمان، ما جتني خرائط كنز والله من زمان. زبده نزلنا استكشفنا المنطقه هذه، حلو بغينا نسوي فاست ترافل نقدر. حلو اوكي يلا مشينا 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 نكمل طريقنا. كهف رانغنوك. دايم والله تشوفون هذا الخط الاصفر، هذا هو الخط التجاري اللي يطلع من القريه هذه. شوفوا رايح لين هنا لين المكان اللي انا بروحه دائما. في طرق اخرى يروح لين هنا، يعني يوريك طرقهم التجاريه اللي في هولندا. حلو والله والله حلو الحركه. يا عيال شوفوا لا يوجد ذخيره ليه؟ ها وش السالفه؟ لا لا اصبر اصبر على كذا لازم ارجع. اسلم اسلم. العتله خمسه، المعول خمسه، المنشار خمسه، المنجل خمسه. هذه صندوق فتحته اعطاني هذه الوصفات. حلو والظاهر اني صدق ما سويت المدافع الهاون. شوف عندي هذه مدفعيه عاديه، منجنيق وطربيد. واللي انا تو سويته طيب، شكلي ضاغط زر غلط يلعبوا الفهاوه. يا عيال عرفت شو المشكله؟ عرفت شو سويت انا. يوم سويت المهمه جيت ضغطت على مهمه الرجال فسلمت له، هو مهمته انه اسلم له 500 قنابل مدفع هاون. شوف سلمت له 100 اللي انا صنعتها تو. الله يقلع كتيس، انقلع انقلع. انا احسب اني اخذت منه مهمه جديده، راح طحت مسلم له مهمتي. تعال قربنا مره من المنطقه اللي نبغاها، بس شوفوا والله يا مليانه سفن. اتوقع عيال اني صدق اتوقع اني بنجلد. والله اتوقع بنجلد. يا مليانه مليانه سفن عندهم هذول، كيف راح اواجههم ذول؟ اوكي نقول الحمد لله على السلامه على العموم. والله ديب انا مش جابني وسط دارهم. بنسلم لهم روس. روس مين؟ عندنا الراس احد قاطعينه والله ما ادري. تو تقول المساعد عندي تقول اول ما نسلم لهم الراس اللي معنا راح تصير الاعين علينا وتصير هدف، يعني بتسطرون كل هذول. الله يرحمني. جهز التيربو، يعني احنا الحين بنعطيهم التهديد كذا في قعر دارهم. هذه رحمه بعثني. طيب انا بهدي السرعه بجمع ستامينا قبل ما اعطيهم شيء، ما لها داعي متسطرين. بعد شوي نبغى نحاش ما في ستامينا. بسم الله يجب توصيل تحذير رحمه، خلينا نعطيهم التحذير بس. ما حطقني اشوى. الحين لازم نرجع هنا عند الكهف. ليه؟ وش المهمه؟ يجب الهروب الى كهف رجل تخلص من خطر. وا هجموا علي. نو قلت لكم يا عيال بيجيبون علي. الله يقلعكم بلا. مويه مويه شغل المويه، خليك مشغل الحصن. يا قلبي شغل. عطني اكل ابغى استمينا واخر عني. يا عيال ما عندي درع. يا رب يا رب يا رب يا رب اني اطلع. يا عيال ولو ضدي المشكله. يا لا شوف قد يحشرون لي. لا يا كلاب. كل 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 كل. بسم الله لازم نروح لنفس الكهف اللي اكتشفناه قبل شوي. تخيلوا لازم ننحاش له، يعني كانهم تركوني. اشوى اشوى. انت انقلع انت انقلع انقلع. لا اعطيك على خشمك انقلع دامك لحالك عادي اسطرك، اما معك الجماعه اللي هناك توكل على الله. يا عيال والله قاعد تسلم لهم التهديد انا كذا بس. طبعا ما يدخل انا رسول، ما يدخل انا مرسول فقط. طيب طيب ابشركم نجونا، نحشنا نحشنا. يجب الهروب الى كهف راجنور، نفس الكهف اللي اكتشفناه تو. بعدها ضار بنرجع الرحمه نسوي لها فاست ترافل. والله هم طقوني طق. اي والله شوفوا ثلاث نجمات راحت 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 النجوم. حلو معناته ما احتاج اصلح سفينتي الحين، عادي اصلحها بفلوس بدل ما استخدم القطع اللي عندي. افا افا افا. لا والله رجعت نجوم ولا. اي والله هجموا علي. صلح اجل نعنب ابليسهم يا عيال. هذاك الكهف
قربنا نوصل يا جبر. الكهف كأنه راس نمر، شوف هذا اذنه، هذه عينه، وهذه اسنانه، والله كأنه راس نمر. وصلنا الحمد لله على السلامة، الحمد لله وصلنا، بشركم الحمد لله وصلنا. قلعوا يا شيخ كنا شركم. طيب ما اقدر اسوي شيء الحين، لازم احاربهم. اوه نو يا عيال تدرون اسمروا، انا بقعد هنا. اللي بيوطوط اقسم بالله لا افجره، ها اللي بيوطوط اقسم بالله لا افجره. احنا خلاص حساسين، احنا ما نخاف يا ابوي. اوكي نحشنا كثير بس يعني حتى لو ما نخاف. تعال اقرب انت يا اقرب. اوكي كانهم تركوني. ابي ارجع، ابي ارجع. شوف شوف هذا جاين، جاين يا اخي الحياه. لبلك خمسه وجاي اسطرك تسطير يا ابوي. ابلع انت يا، والله ما استناكم تجون تطقوني، والله ما استناهم يجون يا عيال. معلش تدري ما اتدخل بس ما حد قال لك تجي. هذيك اغرقناها بشركم. شوفوا 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 كم واحد جايني، شوفوا شوفوا كم واحد جايني. حسبي الله عليكم. حوسكي تعرف زعلي تكبر. بسطروني. ايوه ابلع ابلع بس. انفجرت يقرعب القوه يا عيال، والله قوه جلدتهم جلد. بس انا اهم شيء مو في قعر دارهم، عند الابراج المراقبه وعند الخرابيط دي. اللي يقول لك لازم تنسحب من المعركه عشان تقدر تنزل. انا يا عيال اقسم بالله كنت احسبه مع الهولنديين. خلاص مشوني عاد، ما مخليني في حالي. هذه هي البلشه. اوكي احترقوا الحمد لله على السلامه. وش بعد؟ ايش تبون؟ هذا رهيب ذا، تمشى معي جالس. يلا انقلع. خلاص خلصناها وابشركم، نقدر ننزل الحين المفروض. يا سلام الحمد لله على السلامة. سويت عداوات مع الكل انا صراحة، لكن شو اسوي؟ لما تكون فصل الحرب خلاص لازم تسوي تحديد الكل. يقول لك عليك التواري في عن، يقول عليك التواري عن الانظار في هذه الفترة قبل العودة بمعلومات الى رحمة، يعني لازم تخبى هنا. خسيت عقب يا عيال، والله معليش بروح سانت ان. اشتقت يا عيال، اشتقت اشتقت لديرتي يا اخي. ودي اعطيك سكار لك كف بعد. ها شكتولي. طيب دامنا قاعدين نستنى المهمة تتحدث، خلني اخذ لي باونتي هنا. هذا انياب فارا دائما نسطرهم انا بيهم. هنا صياد الفريسة ليفل 6 وبيعطوني 6000. طيبة تعال تعال، وينك فيه؟ اين انت يا ترى؟ هناك ابشر بي. حلو عند مكان فاست ترافل، يعني هذا ابجد جد هبجد جد، بطلع حرتي. بنجرب علي يا عيال مدفع الهام اللي ما قد جربته على القراصنة هذول. المشكلة تنون شو معاه ظاهر في حدث. ياب في هذول تبعه هو الا والله. لا هو اوكي في حدث بعد هنا. شوفون ازرق ظاهر كل الثنتين. اوكي والله ما ادري، لا الظاهر ما ندخل دام انجلد بهالسرعة. طيب قول بسم الله، اعطى مدفع هاون واطلق على الصندوق اللي ورا. يخربيس ابو دمه اللي ما يخلص. ازبن 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 بجونك. اعطاه تربيط يا عيال، ما اقدر اعطيهم مدفع هاون، سريعين الكلاب. والله ما اقدر اعطيهم هاون ما غير اعطيهم ايش يسمونه التربيط. ايوه خلوني كويس، مو خلوني يعني لفوا شوي عشان اقدر اعطيهم الهاون. حلو يا رب يوصل لهم، وظهر انه ما راح يوصل لهم. عدوه حلو وصلهم نايس. والله ديم شفت المدفع هو يطيح عليهم؟ يخرب بيس القوة. والله شوف بيقعد يطاردني هو، انا بقعد اطلق عليه بالذا لين وخر عني الكلب. ما في ما نوقف. اوووي بيولع فيني بعذر، قاعد يلاحقني لساعة. عطى الهاون عطى الهاون والله يا عيال قاعد اجد اجلد الزبدة. شوف ولع حركت اللي فيه. ايوه الحين بيطاردوني هم، عرفتهم خلاص. جابوا فزعاتهم. نو خلاص يا عيال ولعنا بهذا. هذا طبعا واحد من عيالهم. يا حبيبي كثيرين يا جبان، انت جاي فزعاتك ليه؟ هناك مدفع ما اتوقع يوصل الهاون للاسف. وجع ولع فيني ولع فيك الكلب. رموا عليه قنابل بس والله اني قوي الزبده، ما قاعد يثرون فيني. هذا شبي ذا شيت، عديتهم ذا بالغلط. لا ذا بالغلط عديته، ما قصدت. اوكي لازم انحاش هذا قوي، هذا حق الوباء. وخر عني
روق. ايش تبي انت؟ يلا انقلع ولع فيه بعد. انقلع يا شيخ يلا يا سلابه. شوف شوف ضربين يا حبيبي على القوه. اعطاه هنا نقطه ضعف بس نقدر نتسلقهم. تعال 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 بيك سالبه. تعال يا جوكا كوبا تعال نبي راسك يا حبيبي. تعال اوه ما اقدر اتسلق الا والله اقدر اصعد 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 اصعدوا يا عيال اصعدوا. اي يا شيخ جبه جب راسه جبه بس تمنا وتم الجلد الحمد لله على السلامه يا عيال خلصنا منه جلدنا جلد بس صلى الله وبارك. نقدر الحين نرجع نشوف ايش صار على مهمتنا الاساسيه. الى الان ما فتحت الى الان ظهر ما فتحت. عليك التوري عن انظار في هذه الفتره قبل عوده معلومات الى رحمه. الى متى يعني؟ الحمد لله على السلامه. عادت قاص حساسنا بعد انتصار على جوكا كوبا. طيب خلينا ننتقل انتقال سريع. نبي نسلم المهمه نقدر نسلمها في سانت آن. نقدر نسلمها هنا. ما في مكان نقدر نسوي له فاست ترافل الظاهر. لا لازم كلنا نروح عند القبائل هذه مستوطنات. طيب مش هنا اجل مشينا هنا بعدين نسوي نمشي مدري اي تعال مشينا هنا بعدين نروح للجزيره القريه اللي وراء. الله الله الحمله الملكيه يا عيال تذكرونهم تذكرونهم ليفل 5 الله خلينا نشوف كم يا حبيبي على القوه والله اللي صرت قوي الزبده. كيوت كيوت تعال 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 تذكرون يدعسونا يا عيال تذكرون يدعسونا يا عيال يقرا قبل قوه. اوكي وصلنا هنا بنسلم لهم راس القبطان اللي تو. تعال يا حبيبي تفضل صياد الفريسه وعطني 6000 يا حبيبي. شوف انا ماني مؤخر. تبي توخر انت ولا بدعسك؟ معلش انا علمتك عاد انا علمتك عاد انا علمته صح ولا لا؟ انا علمته والله يا جاك كف الزبده والله يا دعستي قويه. برضو نفس الكلام يعني موجه لك انت تبي تندعس ولا ايش بالضبط؟ اوكي كيفك 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 يا حبيبي. تعال 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 فتحت المهمة قصدي كويس توني بقول بروح حتى لو ما فتحت المهمة لكن طلعت جهد جهزت 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 جهزت. حبيبي سلم على عمكم قرصان الحساسين يا يقول لك تفقد البريد يجب تفقد صندوق بريدك بحثا عن رسالة مهمة يجب قراءة رسالة الجنرال فان كينكل. ايوه من انت؟ تحذير اخير هل اعتقدت ان يمكنك فلات من عقوبة خداعنا بتلك الرؤوس؟ هذا حق الهولنديين منحناك فرصة الخروج من جزر الهند الشرقية على قيد الحياة لكن قررت تنفيذ أعمال القائد البحرية القذرة. يكلمني أنا يقول أنت قررت أنك تساعد رحمة وحنا معطينك فرصة تنحاش. ماذا حققت ترى غير إثارة غضب الشركة التجارية الهولندية؟ ها هو ما تبقى من سلطانتك العزيزة. يجوز لك إرسال ذلك المشبك إلى فتاة. أعطاني مشبك السلطانة يا عيال يعلمني أنها معه يعلمنا خاطفها رهينة عنده يعني. يقول عطها خلها تشوف. اوبا اوبا الكلب معاه السلطانة اللي تبي تنقذها رحمة ويقول ايش عطها عطها مين عطها قائدتك مو قائدتك يعني اللي قاعد تساعدها رحمة خلها تشوف ان السلطانة عندنا. تهديد واضح تعطينا روس نعطيك ان السلطانة عندنا يا الكلب. ديم 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 بتقب يا عيال. رحمة شكلك جبت العيد. والله رحمة شكلك جبت العيد. أنا ما يدخل أنا ما يدخل إيه أعطيتهم رؤوس الخونة وفجأة مشبك هرياتي هو هي السلطانة. تهديد منسوج بالذهب قايل لكم تهديد. لو أرادوا قتل السلطانة لفعلوا ذلك مسبقا. أوكي تخربيسك مدافع عندك هنا ليه؟ تقول قاعد أخسر ثقة أهل ريمبا بسبتهم هم يعني صدق أثروا عليك والله هنديين كلاب فسناخذه نحن. ابشري انا ما ادري ايش دخلني داخل بينهم بس يلا ابشري ابشري مش انا وش المقابل يعني بس يلا تعطيني زينه وفري بجيبك. ايش انقاذ الامبراطوريه فان كينكل من شركه جيرمانيه كان يرسل عده مجموعات للاغاره على مواقع ريمبا التاريخيه قاعد يفجر مواقعنا مواقع ريمبا التاريخيه اللي هم هذه القبيله واللي هو يعني نروح ندافع هنا عن دولهم القديمه او مدنهم. ياتي فان كينكل هنا ليسرقنا
بعدين ياخذ اغراض اللي اخذها منهم على اساس استكشافات، قاعد يهايط بالسرقه اللي سرقها. تبغاني انا اروح ارجع الشيء اللي سرقها هو عشان هي شعبه يحبونه من جديد؟ انا مش دخلني. طيب يلا ملقوف. قبلت صفقه امبراطوريه. يلا لديك شجاعه بس ما غير تعطيني ذا الكلام الرخيص. يلا بس يلا جاينا خلنا ننقذ شعبها الضايعين. وين فيه؟ هنا قريب. شربي يجب البحار شمال الغرب شبه الجزيره هي لمساعد اهل رينبا في مواجهه شركه تجاريه هولنديه. يعني راح يكون في هجوم في داماي، مستوطنه داماي هذه من الهولنديين، ولازم ادافع معهم هنا. ففي الغالب اني راح اوقف على الشاطئ، بحيث انه مو على الشاطئ، بوقف جنب المدينه عشان لو عندهم دفاعات راح تساعدني. نشوف عاد عندهم دفاعات ولا لا. وش هنا يا عيال؟ بيجون هجوم، بيجينا هجوم من هذاك اللي قال تسمه، هو نسيت اسمه تو، اللي يسرق الاثار من المستوطنات هذه ويرجع فيها الى بلده على اساس انه استكشفها واكتشفها وزي كذا، وهو سروق كلب. والهدف من هذا كله الحين اللي انا بسويه اني بساعدهم بحيث اني احافظ على امان القريه اللي بنروح لها الحين، ورحمه ترجع ثقه شعبها لها. يعني شعبها بدوا خاصة يعني اسوا من الجلد اللي جيهم وكذا، بس الحين نحاول نرجع لهم هالموضوع. زين، يجب استعاده قطع رينبا الاثريه التي سرقها مغيرو، مغيرو الشركه التجاريه الهولنديه. وينكم هذا لهم؟ هذا لهم شربي. توان بس الثنتين هذول سطرهم. ام شربي عطى واحده هناك، عطى واحده هناك كذا تجي تسقاط عليهم. بباب ايوه هذه الرقام اللي بيشوفها انا. يا خبيثة مقوية ما اثر عليهم مدفع مره. يا عيال ضعاف والله ضعاف. شوف هذا تفجر هذا. اصبر اصبر هنا في واحد بيه. تعال الله يرحمك يا حبيبي. اصعدوا اصعدوا اصعدوا. سارق اجل سروق اجل. ها سروق. تعال امسك يا ور ما يمسك ذا. ما امسك اجل خلنا غرره. تعال انت حبيبي ابلع لك واحده، ابلع لك واحده وصعد. مسكناه يا عيال. تعال 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 تعال. وش سارق التيس؟ ها تل ما عندنا يا عيال. سارق الكلب. عليك البقاء داخل منطقه الصفقه. شكل لسه في هجوم ثاني. اوف انا رايح دمي يا عيال والله. راح فيها بيجي هجوم ثاني ولا خلاص؟ تفاعل ايوه. انقاذ الامبراطوريه ايوه. يجب اعاده القطع الاثريه. طيب ابشر بي بس خلاص والله سالين. طيب يقول لك الحين مهمتنا القادمه ان نستكشف ال عليك ايش؟ عليك استكشاف اراضي رينبا شمال جزر الهند الشرقيه بحثا عن اغراض قيمه. اوكي نرجع الى رحمه ونشوف ايش بيقول لنا. زين والله سهلين. او انا صرت قوي مره، شكلي انا صرت مره قوي. هذه الاغاني حلوه. يا جود باي فيري ويل، جود باي فيري ويل يا حبيبي يا الله. هورا هذه اللي تخليني اشتاق اللعبه الله يقلعها. يا عيال هنا في محل ملابس عند قريتهم هذه ما قد شفته، يمكن يبيع لي اشياء غير. اوكي شكلك صراحه ما شكله ما يطمن. خلينا نشوف ايش عندهم ملابس. جاء وقت تغيير ولا يا عيال؟ تعال تعال وش عندكم؟ ديم هذا قادح وهذا بعد قادح. عيال ابغى ذا، هذا بطل والله، هذا بطل ديم يا عيال ابو القوه. شو ممكن بدون الطاقيه؟ الطاقيه صراحه مو مره عجبتني يعني. كيف يا عيال؟ والله قادح. عجبني عجبني عجبني. تحس خلاص بايع الدنيا، عرفته بايع الدنيا خلاص. تعالي يا رحمه تعالي خلاص الحين بنجي بعطيك كف انت معهم. تقول انت اليوم ابهشتني يا ربي يا ربان. اسعدتها اسعدت. اوكي اوكي المهمه القادمه يجب ان تظل البضائع متدفقه. سرق عملاء رحمه صديق توابل من شركه تجاريه هولنديه. شدوا قاموا يسرقوا من بعض. يلا خذ لك. طيب الحين يقول لك ايش؟ لازم تروح تسترد الاشياء اللي سرقوها. هم سرقوها وخبوها في حطام السفن. ليش ما اخذوها مره واحده ما ادري. فلازم الحين انا اروح لحطام السفن واحتاج ايش عتله ثلاثه عشان اجيبها. بس مش مهم الزفت. خبوا براميل يا عيال كثيره من التوابل وكذا. وين خبيتوها يا تيوس؟ خبوها يا طعم سلامه هناك فوق. ليه يعني تمشروني كذا؟ يلا مو مشكله مشينا. حطام في سفن هنا شكل في جزيره بتصير. اجل مشينا. او حطام سفن في نص البحر ما اتوقع. اي والله شوفون في جزر هنا. اوكي 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 اوكي
طيب على طول كذا بيحطهم سفينة في وجهي، ما أتوقع أنه صراحة. نب مو بهو. طيب اكتساب اكتساب صندوق توابل ثلاثة. هذا الشبابهم هنا دول. إيش في إيش في إيش في؟ هجموا على مين؟ هجموا على مين؟ وش السفينة ذي المسيكينة؟ على ريمبا يا عيال. أفزعله. هجموا على ريمبا يا عيال. والله أفزعله، ممكن تغرق معهم لكن بفزعلك كعاد أنا. معليش معليش معليش، القموا. انحاش انحاش انت، لا تجيك شيء. انحاش انحاش انحاش، يجيك شيء. فجرتها بالغلط. خليك يا غبي. اوكي غرقنا الاول، ثاني الان. شبي شبي شبي. لا 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 تدعس لا تدعس. ابلع يا حبيبي. هذا هذا خلاص بيجي الحين الهاوند، مش يسمونه، اجلده. بوب انفجر. ما في ما في هنا تقول تنمر على خلق الله. ما في ما في تنمرات. سعد يلا اغرق. مسكناهم. تعال 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 يا الكلب. بس يموت هون التنمرين. ما في مكان المتنمرين. طبعا انا اكبر متنمر بس عادي مو مشكله يعني. ايوه هنا صندوق توابل. خل نبغاه حبيبي. توني فازع لك يا الكلب. امشي 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 اسطرك. امشي. هذا تبع راوند ما ادري يسمونه، تبع رحمه الزبده. وخر لا اسطرك، بخليه يطقني لين يطفش. اذا ما وقف بعطيه كف. اوكي هذا اول صندوق جبناه. وين الثاني؟ هنا كابتن. يب الحين بيهاجمني. خلاص يا بابا بيجونك هولنديين يشوفون براك بيسطرونك. كيف طقوه طقوه الهولنديين. تستاهل، كنت بفزع لك لكنك بزر. جيب يا بوي. نايس اخذنا هذه. باقي لي صندوق واحد اتوقع انه قدام هناك. انتوا الحين ضدي؟ ما انتم صاحين؟ لا ابد ما انتم صاحين. اوكي ما جتهم الطلقه. وجع. تعال 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 خليك عبره للي وراك. تعال يا اخي. يا مو صاحين اقسم بالله، ما يعرفون. ما يخافون. ما تخاف. واه بموت انا. ما انتبهت لسفينتي. والله بغيت اموت الا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله راح دمي. ما انتبهت. خلاص يا عيال ما نبي مشاكل. خلاص خلينا نخلص مهمتنا. انا لله. والله اني قاعد احارش كثير زبده. طيب انا حرفيا محيتهم من الوجود. خلاص ابغى ادور صراحه. باقي لي صندوق واحد بس اخلصه. صندوق توابل وين راح؟ اخذت الصناديق كلها؟ اخذتها كلها. اوكي 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 خلصت المهمه. نايس. السلام. هذه هذه اللي تخوف صراحه. هذه السفن القراصنه ذي هذه اللي تخوف. جون جوليان يا حبيبي ممكن يشرك. لا تكفى. ايه الحمد لله على السلامه، عدنا وبعد انتصار اخر كالعاده كالعاده. يا اخي هذا المنظر اقسم بالله انه ماشي روع. خلاص شيلوهم حرام عليكم. عبره لمين انتم حاطينهم؟ المهم جينا يا رحمه مع صندوق بهارات. الله يقرعكم يا شيخ. يلا تفضلي وشكرك على عملك المتقن. عطينا من الرخيص. يلا خلنا نحرم. شوفوا التجار الهنديين كانوا يسرقون التوابل هذه ويبيعونها بسعر رخيص مره لانها مسروقه يعني ما تهمهم. فاحنا ايش بنسوي؟ بنبيعها بقيمتها الاساسيه بحيث نترزق، وبنفس الوقت راح نحرم الهولنديين منها حتى يعرفوا قيمتها مثل ما كتبوا هنا. طيب ليتس جو. نقول العالم مدمنين على توابلنا. شكلكم تسوون توابل بنت لذينة، كمون مع شويه كركم. اوكي هذه مهمتنا القادمه. انه وش نسوي؟ لازم نضرب بضائع متدفقه. ايش بنسوي؟ بنسرق زياده؟ مليت من السرقة. أبي أشق أحد. أبي أجلد أحد. شوفوا ليفل 8 حراس الشفق. لقد فقد نعش السلطانة في طريقه في الطريق. لقد فقد نعش السلطانة في الطريق إلى مكان مثواه الأخير. يجب عثور على جثمان السلطان وسعادة توفير مقبرة تليق بها. هذه المهمة القادمة. ماتت السلطانة؟ حسبها معهم الحلق معناتها عايشة لسه طلعت ميتة؟ وراح يعطيني كليفرن تمزيق 2 وفر في جيبك. طيب خلاص اوكي هي راح تكون ان شاء الله في حلقتنا الجايه. راح نجيب جثمان النعش السلطان اللي هو تابوتها الظاهر. راح نوقف هنا. ان شاء الله تكون الحلقه. دشوا القناه، حطوا لايك، تكفون، عجبكم المقطع. سلام.